kusan dalibai wato 20 da suke karatu daga cikin waɗannan dalibai wanda muke hafla na yayi sa a wannan rana, kuma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu ya albarkace su, ya amfane su duniya da lahira, da mu da su gaba daya. Ganin cewa gashi iyaye dai suna ta halarta da ainihin baki, kuma ga yanayin da muke ciki, za mu ci gaba da ajenda ta gaba wanda kamar ne muke bayani a farko a shimfiɗa da muka yi tun farko. Wannan yayi bangare biyu ne, akwai bangare na islamiyya ibtida'iyya primary kenan ta wato islamiyya, da kuma bangaren mutawassit na bangaren da ya shafi ainihin GIS kenan, wato karamar secondary ta islamiyya. Su ma akwai ɗaliban da ake yayewa a yau. Yanzu wannan karatu za mu kira ajenda ta biyar, wato makala ce daga ɗaliban mutawassit akan wato COVID-19, wannan cuta da ta afko duniya, wanda muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahmarsa da ikonsa da izinsa da buwayensa Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ita. Falta tafaddalu mashkuna. Suna ina ne? Tafaddalna. Na'am, tafaddalna. Albanat faqat? Albanat. Na'am, tafaddalna. Nan TV ne ka san bidiyo ne. والشكر له سبحانه فيما من علينا بأن نقف بين أيديكم الساعة ونحن من الناصحين. أما بعد، فكلما نظر الإنسان وسائل الإعلام المتطورة في مجال الإذاعة والتلفزيون، أو نظر فيما يكتبه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، وجد أنهم يركزون عنايتهم في الحث عن هذا الوباء الذي انتشر في كثير من المناطق، ألا وهو انتشار COVID-19. فماذا يكون التعامل الشرعي مع مثل هذه الأمراض؟ وكيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا طرقا وقائية يستطيع الإنسان أن يتقي هذه الأمراض؟ قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا وقعت وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقعت في أرض فلا تدخلوا إليها. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا ضان في بلد وانتشر فيها الطاعون فلا ينبغي أن يخرج، لأنه سينقله إلى الآخرين. وإذا وقع في أرض وأنت قادم من سفر إليه فلا تدخله حتى لا تصاب بذلك. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان أن ينفي بالأمراض هو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني حمته بإذن الله. فينبغي على الإنسان أن يتخذ طرقا وقائية التي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: إذا أصيب الإنسان بالمصيبة عليه أن يصبر ويعلم أن هذا بقدر الله، والصبر على هذه المصائب هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك يجب على كل من أصيب بمصيبة أن يصبر على ما أصابه، فإن في الصبر على ذلك خير كثير في الدنيا والآخرة. وقد دلت النصوص على بعض الحكم التي تحصل من وقوع هذه الفتن على المؤمن، فمن ذلك رفع الدرجات، تكفير السيئات، الامتحان والابتلاء، تمييز الصادق من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال علي رضي الله عنه:
ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وأخيرا نسأل الله العظيم أن يعافي وجعلنا ممن إذا عقوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أساءوا استغفروا. يوفقنا بالعمل بما علمنا، ويعلمنا بما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا اسمي أم سلمى عمر، في الصف الثالث المتوسط. وأنا اسمي حسنة عبد الرحمن، في الصف الثالث المتوسط. وأنا بلقيس عبد الله، من الصف الثالث المتوسط. وأنا بلقيس محمد ثاني، من الصف الثالث متوسط. وأنا رابعة محمد ثاني، في الصف الثالث متوسط. وأنا ميمونة عبد الله، من الصف الثالث متوسط. وأنا أسماء أحمد إنوى، من الصف الثالث متوسط. وأنا عائشة شعيب ثاني. وأنا عائشة شعيب ثاني، من الصف الثالث متوسط. نعم، بارك الله فيكن. وأنا ألبيكين عندك بانجرون كوليجي دقا أجي ديزوا أكوان دقا سبتا سنقباتا منا دا مقدمة دنغني دا وأنا نشوتا دا تا أدبي دونيا قباكي دا دا كما سنجما غنغنو ماسكو مسعينك نام مسلمي مزان الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم ياكو يرد موشيوا ودنغا أذكار واتو أدوئي نسابيا duk abin da zai same ka matakar kai addu'a kafin ka je ko ina, to Allah subhanahu wataala zai kare ka daga wannan bala'in. A kaddara koda zaka fita ka shafo wannan cuta da a wucin wani guri, matakar kai wannan azkar din da safe kafin ka fita, to Allah subhanahu wataala yayi alƙawari zai kare ka daga duk wani musiba. Shi yasa malamai suke cewa addu'a addu'a tubfi'ul bala wal musiba, wato addu'a tana tunkuɗe ko tana hure musiba ko wani bala'i. In Allah ya kaddara wani bala'i zai same ka, to matakar kana addu'a ko zai same ka sai Allah ya khaffafa ma wannan bala'in. Manzon Allah sallam ya koyar da mu al azkar as-saba wal masa, wato addu'o'i na safiya da addu'o'i na maraici. Ha malamai kullun a gidan talabijin da TV kullun suna kokarin karantar da mu da mai addinin musulunci yace mana kuma ya zamu runguma wannan yanayi da muke ciki. To akwai bambancin wato mutum musulmi da wanda ba musulmi ba. Manzon Allah ya koyar da mu bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حسبي الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما أيوه أما يجري دعوة مسلمين سنبر وإن أبو kadan zaka samu. Yanzu mun fito mun zo nan gurin wato karatun alqur'ani tun daga safiya asuba da muka tashi muka yi sallah, inda za a yi interview zaka kadan ne suka yi addu'o'in nan kafin wato rana kafin rana ta fito, kadan ne daga cikin mu duk mun manta. Kuma mun san za mu zo wannan taro, kuma taron nan za a tara jama'a daban-daban daga sassa daban-daban. Kuma wannan ita cuta ba a san wanda yake dauke da ita ba, kai kuma ka saki Allah subhanahu wataala. To dan haka muna kira zuwa ga musulmai na nesa da na kusa, su rike addu'o'in nan, addu'o'in safiya da addu'o'in maraici. Duk abin da ka sa gaba har dai kana wannan addu'o'in, ko me za a ma kai ko sihiri za a ma, matukar kana wannan addu'o'in Allah zai kare ka ballantana wata COVID-19. Ko sihiri za a maka, matukar kana addu'o'in nan Allah zai katange ka ya kare ka daga dukkan wani abu da zai same ka. Sannan kuma duk wanda abin ya samu daga cikin 'yan uwa musulmai
wa'annan dalibai suka ce suna roƙon Allah ya yaye musu kuma ya sanya wannan cuta ta zama kafara a gare su saboda kowanne dan adam akwai irin jarabawar shi kowanne dan adam wani jarabawar shi ta cuta ce wani ta talauci gashi nan daban-daban to duk wanda Allah ya jarabta da wannan cuta ta COVID-19 daliban nan a cikin makalar su suka ce suna roƙon Allah suna tawassali da wannan rana Allah ya sa kafara ne a gare su wani sai yayi cuta sosai wannan cutan yakan zama masa wasila zuwa gidan aljanna akwai kuma ana son hakuri saboda jarabawa ce babba Allah ya jarabce ka da cuta to sai Allah ya jarabce ka ya ga wannan irin hakuri zaka yi sabrun jamil hakuri mai kyau ko ko ba zaka yi ba an fahimce ni to Allah ya kara mana hakuri Allah kuma ya kare mu daga wannan cuta